اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. قبل ما نبدا الفيديو احب اعرفكم ان في عندي قناه تانية للكوميديا والضحك اسمها قناه فدى عضلات، هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن. اشتركوا وفعل زر الاشعارات عشان يجيلك اشعار بكل جديد، ويلا بينا نبدا الفيديو. انت عارف يا حسن انه كل فلوسنا انا وبودي بتروح على فادي. انا وقعت البودي مره افنجر، شفتها في الفيديو. اه وقعت له افنجر. مش بتاعت بودي، بتاعتي دي. لا الفونكس راحت، ما ينفعش اتصل على المورس. مش انا قلت لك عمار اتاكد الاول يا عم؟ كانت عندك في البيت، طالما هي عندك في البيت مش هتروح يا فادي. والله اسمع مني، مش انا قلت لك نادر قال لي لازم بتتامن عليها الاول عشان تبقى ملك على طول. ماشي، انا مش الموت شوب يحط عليها حاجه اسمها تراكر عشان يعرف يدخلها البتاع عشان ماشي. ده هو عمار قال لي غير نمر بس. ماشي طب انا هجيب لك واحده. انا معايا اتنين. بص يا فادي، هتروح عند ال اسمه ايه، هتروح عند الراجل اللي بيظبط العربيه، ماشي؟ هتعمل ريبير لو انت مثلا خبطت العربيه ولا حاجه، وبعدين هيجيب لك قايمه كده عريضه هيقول لك بقى الارمور والبريك والانجن والكلام ده، ماشي؟ تمام هتلاقي يعني هتلاقي ايه، واحد هتنزل، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه ستة، هتنزل عند سابع اختيار اسمه لوس سيفتي بريفنشن، اللي هو التأمين. اهو شفت يا عمار، هو دي. ماشي، ايوه. هتختاره، هتلاقي حاجة اسمها تراكر، هتدفع اللي هو هتدفع $2000 على التراكر كده، ده تبقى العربية بتاعتك. هو ده يا عمار، هو ده. لا اله الا الله، يبقى انت عملتها وانت ناسي يا عمار. والله انا عدلت عليها. البنكر ايه ده يا جماعه؟ البنكر دلوقتي قيمته لو بعته بالقليل 588,000، لو بالغالي 882,000. هو الدبل اللي بيقول لك عليه ده بقى. الدبل اللي انا بقول لك عليه، يعني ال 800 دول قبل كده كان ممكن يبقى 400 مثلا. قصدك؟ الله ينور عليك، بس كده. قلت لك لازم نأمن عليها، قلت لي. نعم والله العظيم انا عامل كده يا عم. انت تلاقيك ناسي من زمان. عمي ناسي. طب انت بقالك قد ايه ما جبتش عربيات من الشارع؟ ماشي، طب بس ما هي العربيه لسه عندي، العربيات لسه موجوده. السؤال يعني واحد معاه 15 مليون هيجيب عربيه الشارع؟ هو عشان كده بقول له يعني هتلاقيك الكلام ده من زمان قوي يعني. بياخد اهم الارض. خد كبشه في ايده. هوبا، عليك يا جون، عليك. يلا شفتي؟ يلا انا جون عليك يا جون. الظابط بيدور عليك. هلو، ما قتلوني خلاص. ايه ده، لقيت الظابط ما عملش حاجه. لا لا، طلع صلاح وطلع صلاح وتعالى تعالى تعالى تعالى. استنى فكرت هسيبته. ما لقيتش تضرب غير على ظابط. يلا يا فندم، يلا يلا يلا. استنى بص، هبيع اللي هو ب 945,000. يلا بسرعه، يلا يلا ابدا. ايه ده، لارج امريك وير؟ ماشي اوكي، جاهزين يا جماعه؟ كونفيرم انه هنروح نولد واحده. يلا كونفيرم خلاص. عمار عايز يلا اركب ايه، طياره ولا فين العربيات؟ طياره ايه؟ لا فين العربيات؟ ايه ده، فين عربيات السبلاي؟ اهو عربيتين يا فادي. انا هاخد دي. ايه ده، اتنين بس؟ تعالى 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 يا فادي، اللي عايز تسوق. يلا فادي، يلا بسرعه بسرعه، يلا المسافه ورايا. خلاص ماشي، يلا اركب يا فادي. ماشي يلا. ايه ده، اللعبه عندي من غير صوت في لا ده قدامنا نص ساعة يا عم. بيدي وقت، ما تخافش. هم 10، كل انسرجنت 5. طيب انت متحدد لك طريقة فادي؟ طيب انت مش متحدد لك يا حسن؟
لا لا، ما انا راكب معايا ايه ده 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 ليه ايه كده؟ يا فادي ايه يا فادي؟ هات اسوق. طيب اركب هات اسوق بسرعة. هات اسوق. لا يا عم متقلقش اركب بس، اصل اركب اركب، اصل في عربية طلعت فجأة قدامي. تلاقيه من اللي انا كنت ماشي كويس تمام يا جدعان. عادي عادي ما تطبقوش عادي والله. ايه عادي عادي، لسه في وقت. خش يلا تعال. ايه ده اول واحدة جاية؟ ما انت لميت عمار قبلنا تعالى. عادي، لا مش لا لا لازم تستنى احنا واحد. الاثنين. اطلع لي اطلع لي اطلع لي، احنا الاثنين احنا. ايه ده؟ الطريق فادي، مين اللي خش سايق؟ مين اللي سايق؟ ايوه خش فادي جنب، خش فادي. جنب، خش جنب. ايه ده ايه ده العربية؟ نزل اه البتاع. نزل واحدة يا فادي، نزل واحدة. انزل ايه؟ فادي ماشي، فادي اقف على انزل النقطة يا فادي، الصفراء انزل ودوس يا حرف فادي، السي. انزل. استنى بس، قول لي بس دوس قول لي ايه بس. دوس ايه. هنا؟ اه يلا اقف ودوس ايه يا فادي، دوس حرف الحمد ماشي. لله. بس كده انت الماريو، الماريو بتنزل وزر، الماريو السماعين. وزر، الماريو وزر. يلا تحيي. ايه ده ايه ده؟ اضربه عليهم يا عم. اضرب 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 يا عم ما تقلقش، اضرب عليهم عادي اهو. انا بضرب عليهم يا عم، خلي بالك لا يا يقول. عم ما تخافش، اضرب اضرب يلا. تمام. ايه ده لازم نضربهم عشان تيجي السبلاي اللي بعدها؟ طبعا يلا يلا عادي يا عم. يا عم عشان كده مدلنا وقت. ماشي ثواني، واحد بيكلمني ديسكورد ثواني بس ارد عليه. بس انا معاك. لا 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 يا يلا عمار يلا يا يلا عمار، يلا يلا. ترد ايه؟ ترد معاك ايه؟ معاك يلا خلاص. طب ايه ما تدلناش، ما تدلناش لسه، ما تدلناش طريق. ماشي في واحدة جاية بس نضربها وبعد كده. طب نروح لها احنا؟ يا خرابي يا بعيدة كده ليه؟ روحوا لها روحوا لها. ده روح روح جاية روح روح جاية. يا لا هي روح 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 ماشي، هي جاية علينا جاية علينا. اي عادي يا باشا يلا اهو جاية علينا. اي اضربها سيرجنت اضربها يلا خلاص كده اشتغل. اه ده كده كده في المسار يعني، كان المفروض احنا اللي نروح لها فعلا. ايوه ايوه مسافات قريبة انا بقول لك. يا لهوي، ده في اخر الماب يا عم. ده عمال ما يجي احنا خلصنا المشن. انا لما اخلص اروح افجره. انا لما نخلص انت شكلك متحبوش. خش يا فادي خش. ايه ده ايه ده؟ خش عشان هو يطلع. هو انا نزلتها غلط؟ انا نزلتها غلط ولا لا ايه؟ يا عم نزلتها صح عادي. الو اه طب يلا عمار يا عمار. سامعني؟ يا عمار نزلتها نزلتها انا اهو. طيب يا عمار في وقت، مش بتكلمش حد دلوقتي. ازيك عامل ايه يا عمار؟ خش يا فادي يلا يلا خش يا الب... فادي. طب اضرب اضرب. لحظة 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 ارجع لك. لحظة يا عمار عشان معاك خاطري. والله انا معاك اهو. طب اهو انا انت شغال، انا على الرشاش التاني لو انت شايفني. ماشي اصل ما عادش الا تلت لا لا ساعة. جنين ثواني بس. خمسة وجاي لك خمسة. يلا يلا يا حسن. ايوه ايوه بموت فيهم. يلا يلا هنموت يا حسن. يلا خلاص يلا يا عم خلاص مش هنموت خلاص. هو يا عم ما تقلقش يا فادي ما تقلقش. انت ليه يا لانك ليه؟ فادي اطلع قدام العربية يا فادي. خلاص يعني. خلاص يلا عمار يلا يلا, يلا عمار رب يلا روح. سيبك من التليفون الله يكرمك. معاك معاك والله معاك يا عمار. رايح فين يا عمار؟ انا اهو عمار انا اهو يا جدعان. والله حسسني ان اول مره بيع يا جدعان. ما انا مش قلقان، انا افتكرتك طالع على الكوبري. ايه ده لسه اليمينيت تاني؟ ايوه يا عم ما يجوا زي ما يجوا عادي يا عم. هيقولنا انا جهز المينيجن. يلا طب ليه تنزل عمار؟ مينيجن اهو عشان يطلع الدمينيجن. ماشي. اه المنجم احسن من المدفع اللي فوق العربية يعني؟ ايه ده؟ طيارات 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 يا جدعان. انا مت. يلا يلا يلا. لا لا يا عم عادي عادي. ايه ده؟ عادي عادي يا عم عادي. خليك واقف يا حبيبي. خلاص اركب يلا 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 عمار. يلا
يلا يا عمار. يلا فاضل لنا 4-4. يلا تعال يا عمار. خليك واقف بقى. جايين جايين اهو من ورا. بلاش يا عم خلي ده طيارة طيارات طيارات. يلا مات 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 محمد. بلاش دوس اكس دوس اكس حسن دوس اكس عشان توطي وانت بتضرب. انا سيرج الدنيا ده خد يا زلمة. واحد شمالك. لا لا انت نزلت ليه؟ ايه ده؟ لا انا موجود انا اهو مستلم رشاش انا اهو. لا لا طب ليه؟ خلاص موتهم اهو. خلاص يلا. ماشي. انا نزلت طلعت الميني جن وموتته. ما انا شفته بس ليه يعني ما يلا 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 يا جدعان يلا. ما كنت لا لا ما دي جيم عادي. روح يلا. دي ما فيهاش ضرب بقى دي صلى. بس بس استنى الله خلاص كده خلصنا. مريو وزر يلا. هي ايه ده ادوس اف ليه؟ بيقول لي دوس اف على الرشاش during the final. اقعد على الرشاش انت. في رزع في رزع بيقول لي دوس اف يا عم. خلاص ايه ده اطلع اقعد على الرشاش. طيب التركي ايه ده استنى خدي ايه ده؟ خد يا ده مش عارف اقعد على الرشاش يا جماعه مش عارف اقعد عليه يا عمي. ما ينفعش خلاص سبلاي وصلت. لا اه نفع نفع خلصنا يا فادي. احنا خلصنا يا فادي خلصنا يا حبيبي. يلا خلاص كل سنه وانت طيب. يلا يلا ليفزاري. المال فين الفلوس؟ ليفزاري يلا. ماشي تعال يا فادي اركب معايا العربيه. تعال اركب معايا العربيه دي يا فادي. يلا فادي هنا هنا فادي هنا فادي هنا. اركب يلا اركب اركب يلا بسرعه بسرعه يلا. طب ليه ما نركبش الانسرجن يا عم؟ دي مقفوله بتاعت الميري ووزر مش هتنفع تركبها. ماشي مبروك عليك المليون يا فادي او 900,000 مش عارف. خلاص طب يلا. واحد اثنين مبروك عليك يا فادي. فين ايه فين؟ هيييي يلا كل سنه وانت طيب. قبل ما نقفل بس حسن وريني الزعبوط ده يتجاب منين. ماشي يلا يا جدعان انا هقفل. ماشي فادي لما تخش روح كلمني. هو ده ماسك يعني بالوش اللي انت حاطه؟ اه ده كل ده ماسك اصلا. لا لا ده انا كنت عايز الطرطور بس. طب بص لا لا مش عايز ده مش عايز ده. هوري لك الطرطور. موجود في محلات الهدوم؟ اه هقول لك فين بالظبط. آه بقيت بقى بلاقي التفاعل عليها قطعت عشان ما انتش الفيديوهات القديمه وبعد كده لقيت التفاعل بدا يقل عليها يعني مثلا المشاهدات بقت قليله فبقيت بعمل ايه؟ ما بلعبهاش كتير زي الاول يعني مثلا النهارده انا قطع لعبه مثلا بقالي 3 او 4 شهور. اطلع فوق هتلاقي حاجه اسمها ارينا وور هات في فيستيف هاتس قدامك. فيستيف ماشي اطلع فوق. ايه ده مجانيه؟ ايوه. طب الحاجات دي لو انا ما كنتش خدتها الوقت كانت هتروح عليا؟ طب بص بص اسمعني الحاجات المجانيه دي لو انا ما كنتش خدتها الوقت كانت هتروح عليا؟ اللعبه ماشي ازاي؟ الحاجات دي مجانيه حلو؟ دلوقتي انا واخدها انا اصلا واخدها من الكريسماس اللي فات. تمام بتتفتح بس امتى؟ ساعه الكريسماس وبيشيلوها بقيه السنه يعني بقيه السنه يعني كانت هتروح عليا يعني كانت هتروح عليا. هي مكتوب عندك فري ولا مكتوب عندك علامه صح؟ فري فري كلهم يبقى فري. يبقى تاخدهم تحطهم عندك عشان لما يجي الكريسماس هم بيفتحوها اوتوماتيك. اه انا خدتهم كلهم خدتهم كلهم اهو لسه. لا لسه في شويه حاجات 41 دي يعني مثلا بص بتاعت 41 اهي اهو فين تعال
مش هنا، مش هنا، اطلع من. قول لي كده. لا لا ماشي ماشي، قول لي في ايه ده. انا لب... استنى الصوره دي، الفيديو دي لازم تطلع في الفيديو واحنا لابسين الطراطير كده جنب بعض. استنى 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 استنى، خليك واقف جنبي لحظه. حلو قوي، تمام. ماشي يلا. ماشي بص بقى، في عندك اللي هو البراوز توبس ده برضه، هتلاقي فيه، هتلاقي ايه؟ فيه يا ربي، فين فين فيستيف. هتلاقي بص رقم 18، رقم 19، دور على رقم 19. 19. فيستيف عندك بقى. طب ما في حاجات جت في البيت، اشمعنى مش كل الهدايا جت في البيت؟ ما هو في حاجات حاجات بتتفتح. وحاجات بقى. يعني في حاجات بتبقى في المحل بس تبقى فري، وفي حاجات تيجي يعني على بص في البيت. حاجات فري اهي، انا ما كنتش فتحتها لسه. ده انا خدت كل هدو والسويتر، السويترات دي دي كانت في البيت. حاجات وحاجات، فهمت. ده حلو قوي اللبس ده. ايه ده 73 انواع حاجة وكلهم فري، يا لهوي هجيب كله ده، فرصة ابو بلاش كتر منه، ده فرصة والله. انا بفرح اول ما الاقي حاجة في جاتا في فري، بفرح قوي. هو المشكلة أصلا إن يعني إحنا بنتنشأ أصلا على الكريسماس بسبب الحاجات الفري. بس هما الميزة السنة دي إن هما نزلوا حاجات من الحاجات اللي موجودة في الشوب، زي الطيارة وزي الانسيرجن. ما عملوش كده ما ده السيزون بقى اللي اللي فات. ايه السيزون اللي فات كل كريسماس كانوا يفتحوا بس الهدوم، ما كانش فيه بقى جو ان هما يفتحوا طيارة او انسيرجنت او الكلام ده. كان لازم بقى تحوش فلوس عشان تشتري الحاجات دي. طبعا انا كده كده اصلا كنت حلو شاري قوي. الحاجات دي فاتقهرت يعني. في حاجات كتير بتطلع على البتاع. ايه ده ايه ده ايه ده، ايه بابا نويل ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده، مين ده؟ ايه ده ايه ده، مين ده؟ ده احمد اللي هو اللي معانا ايه ده احمد اللي لابس بابا نويل. بص ده اصلا اوتفيت، لو جيت كده تعال عند طب قول الاوتفيت. لي بس، قول لي بقى الحاجات المجانية. لا اف ده ما خدتهمش. حلو كده قوي فاضل لك اللبس ده. الماسكات. المسكات فري برضو. يلا سامع، ما عجبتنيش قوي. بدل ما تقعد تدور عليها تشتريها. لا اصل ما عجبتنيش، انا كنت حاببها بس عشان مجانية كده، لا فبحب مش احتفظ بالحاجات المجانية، أنا المجانية. بتكلم على العربية الفوق الفينيكس اللي هي اللي... ما انا بتكلم على الفينيكس، كنت اخدها مجاني، كان واحد لقاها لي في الشارع فاداني، حطيتها في الجراج حبيتها عشان كده، انما العربية نفسها مش عجباني. بص بقى فيستيف، في فيستيف اهو، راحت فين كنت شايفها؟ في بقى بص في فيستيف، هتلاقي ايه عندك يا رب. استنى انا كنت شايف كلمة فيستيف اهي اهي. بص انا هاخد كله، هاخد كله. في الماسكات انا كنت بألف. ايه ده ايه ده ايه ده، ده بقى بقى طنط كده. ايه ده ايه ده، ماسكات غريبة. هو احلى ماسك اللي هو ماسك بتاع بوبا نويل وبتاع الراجل اللي هو التلج ده. ايه ده، بطريق بابا نويلة. بس خلاص خدتهم، ماشي مية مية، حسن تمام يا مية كبير. تمام ماشي، هقفل بقى. عايز حاجة حسن؟ لا عايز سلامتك يا فادي، حبيبي شرفت حسن. بيك يا كبير. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير عشان تساعدني اني اطور المحتوى بتاعي، عشان القناة بتاعتي تكبر اسرع واسرع. وعشان تقدر تشوف فيديوهاتي الجاية لازم تعمل اشتراك وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. وشكرا جدا ليكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.